باكان ليبي منهم سأسوم إن شاء الله دا سكين با مراجعي وحدية إن شاء الله صوت وشتيك باتبه لدوي درسكا أجل هل ملاحظي كان هبو إن شاء الله بو درسي داهاتو وكشانو النامنة مفعول يجلي هي آية فرساري كيش كمفعول مطلقة تيوي بسراو لما مفعول يجليها أمس يشتزوزو جرينجا يكم تعريفك كاسمك مصدري في منصوبة أقدر بن كاتيك ألي بقر بدوي مفعول يجليها بقر بدوي مصدري في قلبي منصوبة كمصدر قلبيك يذكر لبيان سبب فعل فعل كواتا أقل فرسالك بيته وبله دلالتي مفعول مطلق دلالتي مفعول يجليه يا دلالتي وظيفي مفعول يجليه يك معناه بلا دلالة مفعول لأجله يعني وظيفة مفعول لأجله بمعنى واحد دوائي أو وتو معنى تقديم كردني مفعول لأجله تقديم كردني مفعول لأجله جائزة يا واجبة ألين جائزة يعني شي يعني خوي أصلي جملة لزماني عربية بلين ترتيبي جملة فعلي لزماني عربية بمشوية فعلية إنجا فاعل انجا مفعول لأجله هو يبم ترتيبه باشا يعني مفعول لأجله أكيد تدري فعل فاعله سيد من مليكا وقفت احتراما لكم باشا احتراما أمام مفعول لأجله كواتا أجل بلد أهد كوتو تدري فعل فاعله أما فعله وأما فاعله وأما مفعول لأجله باشا كواتا مفعول يجري خوي أكيد تدوي فعل فاعله بلهم يجوز تقدمه باشا جائزة تقديمي فين كواتا أقل كسار قبيته وإستة لبهية ألي ما مصال لفيزياء لبيولوجي لعربي لبانا كساري خارجي هاتو توا سيغاقي لواني بلاي تو نبي سلابي أيكينا بلاي حكم تقديم حكم تقديم مفعول يجري هي يكشتا هكو آية بلاي مفعول يجري هي يجوز تقديمه موشي ويا يجوز تقديمه باشا كواتا تيجي او صيغيك او هنا كتبك يجوز تقدم مفعول يجري على فعله يعني على الفعل كواتا اقدار ولا برسالة لو اني بود بيتو بلي كامل معنى احدى الاختيارات تقدم مفعول يجري على فعله يعني كامل معنى مفعول يجري متقدمة يكسدتو ما شو او خلق شيء دي كشيء كمفعول يجري تيه بزانا كامل كاميان تقدمي كردوا كاميان تقدمي كردوا سيمشت المفعول يجري منصوب كي منصوبة إذا كان مصدرا قلبيا متحدا مع فعله في الزمن والفاعل مفعول يجري كاتب منصوب أبي مصدري شيء قلبي به مصدري قلبي أقدر بل امتحان بكالوريا هاتوتو مصدري قلبي يعني مصدرك متعلقة بقلب شعوره وكشي وكو خوفا احتراما تشجيعا مخافة اتقاء حفاظا إكراما تكريما أو أنا هم يعني شيء مصدر قلبي بلام ذهابا دخولا خروجا باشا زراعة سياسة أما أنا مصدر قلبيني صالي كان أم في سارة هاتتوا ألي أجد يعني من أي دوز ما هو شيء المصدر الذي ليس قلبيا أو مصدرك قلبيني ليس يعني النية خوفا مخافة احتراما تكريما وذهابا توشي هلا بجيري ذهابا هلا بجيري كواتا بو او ريزا تيوزنا كاشر حكي بزاني اما باس من كردو لكاتي خويا ابي مصدر بي ابي قلبي بي اگر او نبونا بي تمنصوب يعني تو لسطا صد كاتي كوتيان بقري بدوي مفعول يجي بدوي مصدر ايشي تي اقري قلبي منصوب اقري بدوي مصدر ايشي قلبي منصوب اقري دوي او اشتيش كباس كين مفعول يجليه هاقا داربا مفعول يجليه دو نوعا يعني يكبشة بإموابيلين مفردة ياخد مضافة مفرد يعني يكبشة كيف باشا مضاف يعني باشا دو باشا شنك اسمه اسم يعني سادية يعني يكدعو باشا أقل مفرد بو باشا تنيني فتحورك لدو يخوي جارو مجرورة دو يخوي جارو مجرورة وكوشي أهالي حبا لكم أو رفقا به باشا مخافة
علي بو شويه يعني طلبا للراحتي اما انا بس مفعوليه زي كان نسيت من كان بطاطي ننسيو بابا اگر دو بشو بش يكم تني فتحه ورقه وهو مضاف بش دوم كسره يعني تنوين كسره اما مفعوليه زي كده يعني اواد شيئا حب الوطني باشا يعني علي مخافة فقري أهم مخافة فقري أم في السيارة لبكالوريا زالي كان بمشي ويحاتي توا علي طولنا طولنا يعني طولش معك بوش كاي على أرضنا على أرضنا علي أو بوش كاي بمفعولية جيك مناسب في الكنوة كامي بوبيا حفاظا يعني حفاظا يان حفاظ يان حفاظي كم يعني بوبي تو يا كم جار ام دو انا فرير دروا چونك مفعول يزيد دائما شيا دائما منصوبه باشا يا اوي بوبي يا امي بوبي لبلو جار مجهول هاتو وجايتا كانت كم يبو هلب جيرين تنين خط حكا دوي او باسي مفعول يزيد من كردو او تو معنى مفعول يزيد مصدر شي قلبيه باشا مفعول يزلي مصدر يكي قلبية أعماني كنسيو معنا أعماني مصدر قلبي وكو حبا تشجيعا رفقا مخافة خشية احتراما اتقاء إجلالا تكريما إكراما إحسانا أعماني هم ينشي طلبا خوفا أعماني شين تعلقا ووفاء وأعماني هم ينشي مصدر قلبي هركاتك أعماني ديني فعل كان ينهى تبو أبيت مفعول يزلي اي ليمو اعمانا فعل كان ينهاتب ابيت شيء مفعول يزيه ما من نمونيه كتبنا اسالم كافات الطالبه كافات الطالبه تشجيعا له اعمى مفعول يزيه بو شو مفعول يزيه جوابي لماذا لماذا كافات الطالب تشجيعا له بلام اقبلي شجع المدرب اللاعب تشجيعا باشا باشا اسا أمان شجع المدرب اللاعب تشجيعا أها أما مصدرك هاتشان قلبي بلام لبلوي فعلكي هاتوا بوي أبيت مفعول مطلق أبيت مفعول مطلق أجل مصدر قلبي فعلكي هاتين أبوا مفعول مطلق أبو بمفعول ياتيك باشا جاي أو أجل بس يشتيش كبكين إما وتمان مفعول ياتيك شيا مصدرك قلبية مصدر موضوعك غرينغا أبي بيزاني دو برسالة بوب نوسم برسالة يكام سيديم نمونيكا ألم تحرر الكرد من أعدائه باشا فرا ألم ضع المصدر المناسب ضع يعني دائما باشا مصدرك مناسب داني لشيا في الفراغ لو فراغ هي مصدرك مناسب دابني باش اقل بشلي ضع مفعولا مطلقا مناسبا يجمع نهاية هي بلي مفعول مطلق هيك داني بلي مصدرك مناسب دابني يشتا لو بشايا من هالجادة هان ابو نسم ام برسياري غرينجا ان شاء الله بلي تحريرا بي تحررا و سي حرية و دي حرا كم يعني بو أبت كم يعني بو أبت بلي تحرر الكرد باشا تحرر الكرد من أعدائه أو عن أعدائه عن أعدائه باشا فراغ على مصدرش مناسب خلق إيه كواتي تو يكم جان إبي بزاني تحرر لسه شو وزنك
تحرر لسه وزني تفعليه. اي باش ايما يا سما انو سيوا اگر فعلك ماضي لسه وزني تفعل بو باشا مصدركي اي خنت شي اگر بتا دسي بيكت بيش اخي شي داني ضمه وايا كواتي كامي بوضي تحررا بلام اگر بيو تحرر او تشي طلب شد تحريرا فعل تفعيل درب تدريب باشا برسياري كيكا ألم سلمة الرجل بوشاي هل بحمان شوا بحمان شوا ألم سلمة الرجل ضع المصدر المناسب في الفراغ مصدري مناسب خرا أو بوشاي باش استا سی پرسیار کبتا حال جاتن هنی سنه لیه فرونزی که اسلامن بی تسلیمن سی استسلامن و دی بلمونه تسلمن و ای با اوشی بزیارتی سلامن سيم بسالك سلم الرجل توم مصدر خرا ايو سلم الرجل اسلام نابي بوي بو چونك اسلام لسوزني افعال اسلم اسلام افعل افعال اما بي فعلتي اسلم بواي كات اول بو نابي تسليم لا تفعيل ها تفعيل لفعل وهات فعل تفعيل درب تدريب حرر تحرير وسلم تسليم كواتا أقل في السياركة بيوتا سلم الرجل أو تسليما كواتا ويشي بونا بي استسلام لا استسلم وحاك ومصدر استسلم يا استسلم استسلام أقل بيوتا استسلم الرجل توشي استسلاما أمش يعني لا تسلم وحاك تسلم أبيتا شي تسلما كواوا كواتا ويشي بونا بي ايشي بونا بي سلم الرجل سلاما أجبيت عن بس يوما كدوة وتمانا فعل ثلاثي فعل ثلاثي هيج يا سايكي نيا هيج يا سايكي نيا يعني يا سايكي جاريكا يني أو يقبل أكر أفعل إفعالنا هل المجموعة قياساتي في قاعدة كتابة كويها يسا أنا هل شان إما يا سايكي ناساني ما وصل لكولي أنزل شكلاً دو تانكا تتعدد وتتنوع مصادر الأفعال الثلاثية اما يعني جورا وجورا بهمان شو تو بوي خوي يكسر تواني شي هالشيري او داني هالشيري كا هيش كان لواني بونابي لامتحانا كبوتان هاتوا اقادان باي يكسر والله ميك هالمبشي ذاك اي بيستوتا نا بزانا اما بو شي خلطا اها شون جواب ميايوا زان اما بو شي خلطا اما بوي بوي نابي اي كبو بوي نابي ببي او يبزاني بو اي بو ابي اتواني شو بيتو كا اي راستا چونك امانه هر يكو في يكتا يعني لبيركاية كاتيكا فرساليك بويتو دا فيزياء هيدا كيميائكا فرساليك بويتو توك او حلب جيري ما شو دا اوك بيستوتا لفولا بولا رفيقه يكتبوا كيلا او راستا داوشتيك كناكا باشا دواي او باسي مفعل مطلق بوكا مفعل مطلق اغادار با مفعل مطلق دو نوعا بلا انواع مفعل مطلق بلا وظيفي مفعول مطلق باشا دلالتي مفعول مطلق يك معناه هي باشا شن نوع مفعول مطلق هي خوش نوع بلام اسا دو نوعي بتو داخلة دو نوع بتو داخلة يا مؤكد فعلة يا مبين لنوع الفعلة مؤكد فعل فعلة كيف باشا انجا مصدر فعلك مصدر فعلك بمنصوبي ضربت صديقي ضربا الصحب تركض في الفضاء ركضا هل لدوي مصدرك نقل بيني فعل مصدرك لا لبيني او نعلم لدوي مصدرك يزناتوا وكو احترم الطلاب احتراما وكو دون مني اسنو سيمانا تحرر الرجل تحررا يزناتوا بدويتها بلان اميان فعلتها هاتوا باشا مصدري فعلتها اقدر يمسيبا مصدري منونة منصوبة زائدا اسمك هاتوا ام اسم الشيا منونة كأم اسم النعت بوي نعت وصفيتي ضربت صديقي ايه ضربا شون
ها نوعي فعلك نوعي ضرب كرو نكيتو ركضت ركضا شي نوعي راكد نكرو نكيتو ركضا شي سريعا احترم الطالبة احتراما شي احتراما كثيرا ويا عظيما احتراما عظيما او ابيت شي نوعي مفعول مطلق كرو نكيتو كواتم مفعول مطلق دو نوع دلالة دو نوع يا مؤكدة يا مبين لنوع الفعل مبين لنوع الفعل بدو شهودة اما فعلة باش زائدا مصدر يكيك منونة زائدا اسم يكيك ايش حد منونة وابيت نحن بلام نوعي كشي اميا كالكتبة كان منيف هاتوا فعل هاتوا مصدر فعلك يك فتحة ورقة شو كان مضاف ومضاف لي هي اسم يكيب دو فايدة ام اسم مضاف لي هي ككسرة تنوين كسرة يا اونون ورقة كسرة تنوين كسرة يا اونون ورقة وكشي ضربت صديقي ضرب الابطال سيدي من منانك الصحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين وايا يان اميان الم جلست مع اصدقائي جلوس الامراء يان قاتل البيشمركة قتالا عظيما امانه هم ينشي مبين لنوع الفعل باشا هذا كم يدو سؤالي بكالوريا تان بوباس بكم كلا بكالوريا هاتونا توا لبكالوريا هاتو توا يكمن سيدي بسياري نويم بكاليرا دخل أخي إلى البيت مبللا بكامله أمن منيك تبكتا دخل أخي إلى البيت مبللا بكامله مرتجفا من البرد فبدل ثيابه حالا اتقاء المرض أمن منانك لما فليجيه نوها مهينة وكتبك زوزو قرنجا بيانزاني أمن منيا الله كامل أنا مفعول لأجله هي إيه كامل مصدر قلبي بو أوه يا اسمه بلل مرتجف إيش ما معنى شيء نساني نساني بهيش يا سايكي هنكراو مصدر هنكراو أنا بيت مصدر ومشتق بلام اتقاء حفاظا اتقاء أما نشيل مفعول لأجله ماشي بو أمصال إن شاء الله أمن منيت كبر زور تركيز على لايبة أها الله لا تقترب مني توددا إلي لا تقترب مني توددا إلي فقد نفرت منك نفورا ولا يزول إلا حين تحسن سلوكك احتراما لك لنفسك وللآخرين يعني لامتحانات شون بوديتو إذا أنت ديرا دو مفعول يزله تيارا يعني آوايتو الله توددا باشا ونفورا طولي أوي بنادي يعني على توددا واحتراما تو او حل بشيء باشا يعني لو انا بحل شادين بودي توددو بزيادة لكن شيء كو توددا نفورا او ابو شوية تو علي اوي بمنابه شو شو بيبت توددا واحتراما دواي او من بالتسلسلي او ملزميك اللي بدنس خو معايا باشا يعني بو تسلسلك ارينك بتسلسلي كتابك إملاي ممن وعمن في من لفاضيك أنا بوي بيك وباس يعني أي شوية إما باس يوم عن كردوا هر كاتب من وعن باشا بدو إذا من هاد دمج يعني بدو هاد شان ليكين دمج يعني دمج يعني تكل يعني من أبيك بمشي ويا نوني من وعن كتشير يعني لا أبي وشد أخينا السر ميمي منا صيغه عربيتي زور زور گرنگا يعني حين يتصل حرف جر حركاته حين يعني حركاته حرف جر من عن باسم استفهام يا اسم موصول من لك يدمجان دمجت لك دمج يعني شيء دغمك لك باشا بمشي ويا تحذف النون في من عن وتشدد ميم من اقدر با من عن حرف جر من عن حرفي زمن باشا من دو نوعا يعني من يكمان هي بيوتي اسمي استفهام من يكمان هي بيوتي اسمي موصول اسمي شرط اشي يمني لم املاها يا اسمي استفهاما يا اسمي موصولا شو نسان استفهاما لبداية كلامها نشاني برسيار هي ومعناي برسيارة باشا ممن اخذت الكتاب عن من ابتعدت باشا بلا موصولا نقطة هي لنا وراثة وفعل في شيء هاتو أقدار با فعل في شيء هيا
يعني أفكر في يعني أو ابتعدت عمن يسيء إلي، أخذت الكتابة ممن يكرمني بوشيو كواتا ممن عمن كاتك بتويدا من يد دمج يعني كين بمشيو أنوستير ممن وعمن جال امتحاني بكالوريا سنجارك هاتوتوا على عمن ابتعدت تتركب عمن لشي حرف جر واسم شيء استفهام يا شرط يا موصول ابتعدت عمن ابتعدت لشي كذاته لحرف جر واسم استفهام زور باشا بلا قبل ابتعدت عمن يسيء الي هل انا وراسا فعل الى في الشيء او ابي تسيب اسمي موصول اقدر بن طلبة بزانة تون سعي اكي يعني توشتك كناي دايزاني يا توزي قصة بلاتو اتر منيشة بو موضوع او بلي من تشي اكم هر اما اكم اوشتاني كجرنجا اوشتاني كجرنجا توشي لبكي بلي وازي لبيني بو نمونا با من شتك بيبلن بلي استثناء لو عني ازو باش خوتي بدل نبي كمي كي كاتا كتي ابي بيتي چون که ام کارت ام دوسی روشی که لبرد سا اوی بشی هر همو یکار استثناء اگر هر هیچی لی نزانی هیچی لی نزانی بایی تو درجه تیانتو پرسیار زور سقط بیر چوار درجه تیانتو بلام ام مدخلی که هیا پرسیاری زوری که دروسه بیر و تا همو وحده کن ایشمان پیدی باشا پیشو او باسکم با او فی منش باسکم بود کن فی من هر کارت اتصالي في بمن اقد قد بين في اقد بدويدا من بيت اميش بهمان شوه في حرف جرا من هر وقو بيشو يا اسمي استفهاما يعني اسمي موصولا ماشي يا اسمي استفهاما يعني اسمي موصولا او كاتا اسمي استفهام نشاني برسال هيا اسمي موصول نقطة هيا استفهام لسترتاي جملة آية في من تفكر باشا أفكر في من ودعني موصولة بهمان شو لنا وراس آية وفعل في أشياءته أو فعل زوزو إسفادي لي أكان أو فعل إسفادي زوري لي أكان لنا تشي لي أكان يتصل كتابيا بس الكندين بيكوا بس الكندين بيكوا بلان لولا دمج معنك أقدر با لنا يتصل كتابيا أبيت شيء أبيت في من كواتا أجر في سعر الكين بلين في من أمدو إملاء كام يان راستا تولي أما يان راستا بو شنك قاعدة من هي في بدو إذا من استفهامي وصولها هاد شكين يتصل كتابيا كواتا سيا في سعر بدو إذا كابينو سين أجر بلين محذوب لا من من أتيا علي نوني مينا أقبلين محذوب لعمنا شيء ما المحذوب في عمن نون عن ومحذوب لا في منا شيء فيشتك لا شيء فيشتك حزبني ماش بتشينا مذهبي رومانسي ومذهبي كلاسيكي كأما زور زور جرينجا أقدر بقى لو ما تنسى إن شاء الله أو في السارة كصالان يزوها توتوه كألا مذهبي أم نصات شيئا باشا كأما الزوج ذاتيك القون دروسة بالأدوية العربية جاريوا هاي النصك لايكي كلاسيك أتواني بيشاس بيني بسريع لايكي رومانسية تشيتها دروس بيت بلام استا سن صالك بمشي لازم في السارة توتوه ألا لبنوي أم نصات باشا يعتمد على العقل ويدعو الى تهذيب الخلق فيكون رومانسيا او كلاسيكيا تولي كلاسيكيا يعني الله لبني ام نصا يتكلم عن موضوع انساني بشكل واقعي باشا اليتيا واقعيه يعني الله لبني ام نصا نصيكيا وام نصلاني ليتيناكي لما ان هذا النص يعتمد على العاطفه فيكون ماذا
رومانسيان او كلاسيكيان اگر عاطفة صلبو بس سريع رومانسيان باشا اوا في السيارة بوين تو اوي كزوزو جرينج بيت امانة ابي دبري بيت نشأت الكلاسيكية في اي مكان في هرم يعني وهي صيغة سؤالي بكالوري لأنقص ركيكية كان يعني أحب تامية كان بوريك تربة سريعة تشي يعني مو نمونا أجر بود بتوغل نشأة الكلاسيكية في أوروبا هل يشتا شو كلا واحدة يدو نالا غرب على في دول أوروبا باشا بلا أوروبا بلا غرب يشتا نشأة الكلاسيكية في الغرب في قرن 17 بلا رومانسية في ما بين قرنين 18 و 19 خاصة إذا كان زوزو جرينجا بيزاني كاك بله مميزات بله خصائص بله مقومات بله تقوم لسر چي بنده اماني بوابه السلفية والتقليد والمحاكاة اقادار با شعيك اقل جملي شرطي زورت يابو جملي شرطي زورت يابو وناوي هيج كشيكي نبردو اها اذا اوشتي زورت يابو زور جار كلاسيكي درسه زور جار كلاسيكي درسه يعني بو چونك فندو ها مشغالي باشا زور جان او نصاني كجملي طلبيت يعني او اديت حكمة اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل باشا امانة اديت شي اديت كلاسيكي بلام اقر شعرك قريبو للشمس وبركان وبحر وورد يعني تقولوا امانة اديت شي رومانسي يعني نصك سيرك كي زور بعساني كتول عربي تشتغل اجنبي اتواني بساني ام نصك واقعية بو باسي حرياتك يعني سيريكي باسي اشتغلتك يا قوم او كان يا قوم او كان او باشا ابيتا واقعي تقول كلاسيكي على السلفية والتقليل والمحاكاة وعلى العقلانية وضبط الانفعال كما تقول هاتوتي العقلانية وضبط الانفعال من خصائص مذهب رومانسي او الكلاسيكي جاي او الموضوعية اقدار بشاري واهي اخيركي اكريتا برسيال من خصائص الكلاسيكية الموضوعية تامة مطلقة ثابتة معتدلة باشا يعني التزام بالقواعد ومراعاة الذوق الأدبي والأصول باشا مراعاة تشيوشيكا الشاعر الرومانسي ذوقي أدبي والأصول كجمع أصلا كواتا التزام بالقواعد حتى صالحة أنفسها هاتتوا الله التزام بالقواعد الثابتة في المجتمع من خصائص مذهب كلاسيكي ودواي أو تحقيق التوازن والتهذيب الخلقي أقداري أعوى بزوزو غرينجا تهذيب الخلقي يعني فاقرا قلتني رغوش شعري رومانسي خلق هانا دابرو شي تهذيب الخلقي يعني خلق هان بيبرو أخلاقي جوان يعني هالشعر كبيني وفاداري باسي مردن بو باسي چاكا كردن بو كالين مردن يعني بشريكا خلق عمشقاري والقرية باشا اوابتا چي اوابتا كلاسيكي باشا ادي برسارك اگر بلين تقوم الكلاسيكية على تحقيق التوازن والتهذيب الخلقي احتراما لمن احتراما بوكي الاعراض ولا سيما يعني بتايبتي ارستقراطي كاينة بتايبتي الاعراض ارستقراطي باشا بويا اگر برسارك كين بلين أما الرومانسية جاء رد فعل على شيء على الكلاسيكية والطبقة الأرستقراطية كواتا قد سيبرساري كبير نسم أقبلهم ردا على الكلاسيكية ردا على الكلاسيكية جهاد جاءت الرومانسية يعني ردا بس الكلاسيكية جهاد رومانسي هاد ردا على الأرستقراطية جاءت الرومانسي بلا أجا بسيارة كين ببسينة وبوحدة دواوة أي قبلين ردا على الرومانسية إيه نشأت شي واقعية الاشتراكية نشأت الواقعية الاشتراكية هذا دار بأودو بسيارة وردا يا كميان أقبلين ردا على الكلاسيكية ردك لسكلاسيكي جاءت شي الرومانسية فلان ردا على الرومانسية نشأت شي واقعية طبيعية يا واقعية اشتراكية واقعية انتقادية دواي او انجا ام خالان قرنقا كانت التغيير سيمة ملازمة باشا اما نهات تقول بكالوريا اقل كانت بسيارك اتواني بيتو يكم بلي
السمة الملازمة لانتشار الرومانسية هي سمي ملازم، سمة يعني ميزة تايبر مندي خصلات، خصلتي ملازم وتشسبي وجيكي لانتشار الرومانسية تغييرا. يعني أهابا مشي بودي توابلا، السمة الملازمة لانتشار الرومانسية هي التغيير. يعني حد أعواب داته بلا التغيير كان السمة ملازمة لانتشار رومانسية باشا. يعني سي خصائص شو خصائص الرومانسي باتي هات شو خصائص قواتي بلا كان يعني سمي ملازم بو توليسيا تغيير. أنجا أمعنا ثوري صناعي بدأت باختراع آلة بخارية كواتا قبلين الثورة التي بدأت باختراع آلة بخارية أو ثوري كدسي فيكر باختراع يعني اكتشاف داهران آلة بخارية الثورية بو ثوري صناعي بو يا ثوري فرنسي بو لا ثوري صناعي بو صالي شن 1965 نايتو بود 1765 او نايتو غيك برا خمال داتي ياك حو شاش بيانس والثوري الفرنسي كالنشيد الحرية الثاني 1580 خصائص كاني بس سريعي باسيكين بو كاتفان لنا روا يكم بروز الفردية يعني شاعر رومانسي باز لمشاكل ذاتي خوية كان باسي اها استبام النمونات بمير بلاي قصيدي مساء باسي چيه كا قصيدي مساء التشاؤم لقدوم مرحلة الكهولة اتسي لويا الى فيليا رجبين بير يعني قصيدي اطلال شتيكي ذاتي فيها او اشتيا فشل في بروس الفرديغي لسيا لوايا فشل في يعني تجربة الحب الفاشل تجربة حبك فاشلة امعناها مشي شتي ذاتين وتفقمها والمغالاة في شؤونها اعداد بأم اخيري واعطاء الاهمية للتجربة والحياة جرينجيدان بشي بتجربة وبحياتي شخصي كواتا قرهات يوتي إعطاء الأهمية للتجربة والحياة لخصائص مذهبي رومانسية دعاء طلب الحرية والانطلاق والتعبير التلقائي عن طيف المشاعر أقدر بالشعر الرومانسي زور بأساني أدوزيت وبوت شمك بروزي فرديك يعني باش اشتي ذاتي يعني على اللي من بس اشتي ذاتي يعني زور زور خوش تويستيو أمانا وبو ناسي نوي ناري كتير قبا بليداء سلماء يتشي أوانا زائدا طبيعيتها او دو خالك زور بأساني اتواني رومانسية جاكيتو و هالي سيام والتعبير التلقائي ببولا عن فيض المشاعر كواتا قل هاتو اوتي التعبير التلقائي تلقائي يعني مباشر يعني با كدني ايش راستو خيانا لنا اخو لوجدان او لحظة رئيسي شيا رومانسية الاعتماد على العاطفة والخيال لا على العقل او لا اعقدار ما اسباب بسياري بيتام شون عواب وجهته عليه من خصائص الرومانسية أي الاعتماد على العاطفة والخيال والعقل ب الاعتماد على العاطفة والخيال لا على العقل يعني الاعتماد على العاطفة والعقل لا على الخيال أها عواتي قلو في قلو يا خابة سيكا سيام تعبير عن القلق كآب وتشاؤم وتمزق وحدة وغربة وعذاب يعني شاعري رومانسي ناس بلا اشتي خوشا اذا بابا نمونيه كدوها اسا ام عنصرة ام خصائصة لشعري شو شي اهمانا لمسائش ولا اطلال شادة الكوتوا لا اطلال ولا مساء لا اطلال شو لمساء ام عنصرة يعني ام خصائصة لشو اهيا تعبير عن قلق وكآب وتشاؤم وتمزق وتمرد ووحدة وارا اها ادمامي عصبي خين لمساكم هنا ما ابقى علي جفت دموعي او الاشياء اللي هي هنا كايا اللي هي اطلالها بلان اي تريان كاليت اوي مساء علي كهولو اقترابي موت عاك السواية هرباسي مجدنك هرباسي وكا او تعبير لقلقه كابو وشتان باشا تمجيد الالم باعتباره مطهرا جوان فرسار بكنا لو هات سؤالي بكالوري خلطي تانية من شنجار مراقب بلكاتي امتحانا فرساري جاري وعيت الواء ما مصاو فرساري سوى لاين بوبي دو لاين بوبي او فرساري دوبارة بوتاوا او عاني تانيا جوان فرساري بخيرنا لوا يعني يسبو نمونا اهام من اما فرساري سيانزا من هو كزنية الامتحاني بكالوريا بود بخيرنا توا الي
من خصائص الرومانسية تمجيد الألم باعتباره أي بي سي دي. أبيضي شي مطهر. توزاني اسم فاعل مطهر يعني فاكروا. مطهر يعني فاكروا. ووقوع تحت فكرة الزوال. أم خالزو زوغرينجا. يعني رومانسية تقع تحت سيطرة فكرة زوال أو البقاء. زوال أكيد تجير فكري زواله ورفض الواقع الحاضر. ورفضي واقعك أقداري أمبا. رومانسي ترفض الواقع. رومانسي شيئك رفضي واقعك أي واقعي. واقعي شيئك ينزل إلى الواقع أقدار لكاتي واقعي أبو الباسكم. رومانسي ينزل إلى الواقع عفو واقعي دا أبسطنا واقع بابتو اشتكان لشي هو رجلي لواقع أو رجلي بلام رومانسي رفضي واقعي حاضرك رفضي أستاكا كما تقل بيتو بلي الرومانسية ترفض الماضي حاضر مستقبل كان يانا رومانسي ترفض ماذا واقع الحاضر ماشي يعني الحاضر نك ماضي نك مستقبل والبحث عن ما وراء والنفور من حياة المدن أقا داربا أقول شيء ألمنا وراء سوف السائب وبينات والله النفور من حياة المدن راكدنا لجان إن شاء الله خصائص المذهبي رومانسية كلاسيكية رومانسية ومهاجمة الظلم جشاية تستم هل خصائص رومانسية الهرب من الواقع واللجوء إلى الحلم والخيال والاتحاد بالطبيعة أم خالص زوزو جرينجا بناسيني نصي رومانسي نصي رومانسي باسي اشتاقك يعني أقل يا شمس يا قمر وأمشتانا هبو إلا شعرك هاي يكسب زانا هو رايت دو الواقع أنا هبو دوبر الطبيعة وسلوشت وخيال يكسب زانا هو الشعرك رومانسية يعني واللجوء إلى الحلم والاتحاد بالطبيعة هالشعرك بيني باسي بابتي كتير دو بس يوبا الطبيعة ويكسر زانية والشعر الرومانسية يعني أسدي قدمة بوم خالة أقل سيدي قصيدين نشيدي حرية بيني أما سيليوم قصيدة كلمة برق كلمة صحابة كلمة مكان لظيف جزر بلد زلزال أمانة همي كلمات طبيعة طبيعة إيه باشا قل شعرك طبيعة بو أمانة أو شعرها بيتسي أبيتا هالشعر باسي بابتك كذو بس يوبا واقعة أبيتسي أبيتا رومانسي باشا هالي دواتر التمسك بالدين أقدار با للشعر عربية تمسك بالدين وتحرر من اللغة الكلاسيكية لخصائصها ما يجمعها يعني بود ناتو بود جوان لونكسين تيبغان يعني للشعر أم دوانا در ناكرة للشعر در ناكرة بلان وكو خصائصها قربته هلي بشعر يعني بون مونا سيلم بسارك أليم من خصائص الرومانسية التمسك بالدين الاعتماد على العاطفة والخيال والتحرر من اللغة الكلاسيكية وهموي تهموي هذا الشيء بلام شعر رومانسي مانية بلتشيا عنصر رومانسي كي تحرر من اللغة الكلاسيكية يا التمسك بالدين أما دوش تميجوي باشا لغربا في إسنانك الزور باسيكين والميل إلى الخوارث والأساطير والمشهور أما جلبك كدوري هذا التواء الميل إلى الخوارث والأساطير والمشهور لخصائص رومانسية كلاسيكية رومانسية و التمسك بالدين شمان باسكر والدفاع عن إنسان المستهد والشعب المستغل أقل دربة والتوق توق يعني تشون بنو عالمه تسوده مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والمحبة قبل أمان لقل هي واقعية تقلينك لواقعي شا همان شطمان هيا شاعري واقعي مهمان شو أتبرو شي أتبرو جاني كأم جاني شي تيايا يعني فلان ده أنا بروجاني ك هني كايا بهمان شوا مبادئ الثانية حرية وعدالة ومساواة وقيمة الفرد وإعلاء شأن الإرادة الإنسانية لبناء المستقبل أفضل أماني كايا أي أما أمي شتشي بروجاني رومانسي شتشي بروجاني كأماني كايا بلان بشي بواقعية بخيالي بخيال واضحة باشم ودري أو بلام انتشر المذهب والتحرر من اللغة الكلاسيكية أما الرومانسي العالمي على الأبيات كيد الكو في أوائل يعني شيء يعني بداية لبداية قرن عشرين لسدسي أو شاعر يعني
كواتا بيشوي بس شعري كان بوبكم اگر اما الينا كلاسيكية بنوسين ورومانسيش بنوسين اما الغرب واما العرب كلاسيكي لغربة كي دركو فردي حظة والرومانسي لغربة كي دركو ما بين هجدة ونوزدة ثامن عشر وتاسع عشر بلام كلاسيكي لعربة كتابة كتباسي نكردو اما الرومانسي لعالمي عربية كي دركو توا اوائلي عشرين وشاعر كان اقدار با امصال كتابك هاد ابراهيم ناجيش هربو با وقبلي بيشنغو رائدي كيف شاعراني رومانسي ككيم خليل بوطان إلياس أبي شبكة إنجا أقدار با أمشتانو اللي تقنسي بلا إلياس أبي شبكة أبو شبكة هل يكتسى إليا أبو ماضي أبي ماضي أبا ماضي يكتسى أقال إليو سر اللي تقنسي وغاني هلتا يان بلا إليا أبو ماضي إليا ظاهر أبو ماضي أبي شر يكتسى هل يكتسى وعشي ليش من هيك شاعري كي رومانسي لأدبي هربية شاعر رومانسي من أدب الغربي أو شاعري كيه إنجليزيشا ورومانسيشا إنجا قصيدة نشيدي حرية معنها خب فيزناكا إما لبريكين بلام أويا أقدار با مقاطع كان أقدار با أبي بزاني تون أم مقطعانة في السياري تاتو إسا باي أويا مقطع كداتي قضي أم مقطع باسي تيكا فكري أم مقطع تيكا مقطع كداتي نالي السطر أول يا بيت الثاني لقصيدة فلانا لا مقطع كذلك إن البرق لا يتسع إلا من سحابة واحدة إلا أنه يضيء آلاف الجزر في كل مكان والزلازل لا تدرك إلا بلدا واحدا ولكن هديرها المزمجر في جوف الأرض يهز كل البلاد وطبعا لما قطع يا أم شاعر باسي برق السلسالة كان أي بلا شون برق لا هوريك ودروزي ببلام بسريعي بلابيتو شون زلزال ليخ شوينا الرؤى دا بلام دنگت به زکی هموش و نگیسه به همان شو حریتی شوایه که وقت اگه به عربی بیاید ایبله ثورت یعنی الحریت چیا ثورت الحریت تنطلق من بلد واحد حریت لیک بلد و لیک نان شود دست به دکاد ولكن يتنقل بسرعه الى سایر البلدان بلام بسریع بلا بتو بو همو نان شکن اسا أقول شيء أمد مو بينه تو بلا أم مقطع فكري تنص هناك فكري كم مقطع مقطع كان بعد أما دو أقدر بق هو امتحاني بيولوجي ناكي حسنا ورك هني مو بينه تو بون كردنو تشتنو أمانة نا بقو مجموعة كلمات هي ده صار مجموعة كلمات هي سمع هيج كلمة خارجي قرص نهاتو تو سمع درشو بيه او اي كهاتوتو هديرو مزمجرة وكولي بكولاي ببرجي هارا ما هاتوتو كامانة شين ابي بيانزاني امانة سمعا اتدلاحة ضوء ضياء يضيء امانة هميان شين هميان بصر مقطع دوم وانت ايتو الحرية وهجك اخطف من البر و خطوك أسرع من دبيب الزلزال وإن غضبك لا يعصف بغضبة البحر وانفجارك تهون معه البراكين وضوءك يهو معه كل ضوء ألم مقطع يمشي عن مقارناتك ألا الحرية أسرع انتشارا وانتقالا من البرد والزلازل باشا وثورتها أعنف من ثورة البراكين ونورها أقوى من كله أمش عنواني و فكري أو تشاندياري باشا مقطع سيم برسياري زوري كادو سبيا جاري كوتيتي كما أو كافة تشبيه أغا دادا شتيك هبو بير مانشو ماسيكين وإن غضبك لا يعصف بغضبة البحر وابو ينم أما تشخيصي تيا غضبك يعني غضبي تو أي حريات لا يعصف بغضبة البحر غضبي بحر ودزاني غضب صفتي نحرية من صفتي بحرة يا ريت يبغى يدعنا كاتب وتشخيصا. أما يا زائدا النبو توكيدا أما لو واحد يتشوارع معنا زائدا أو لا مش لامي توكيدا. كاتب أجل أودي ربو بين توبلا وإن غضبك لا يعصف بغضبة البحر توكيد أو توكيدا وكو إن الرسول لنور. أو أجد توكيدا إن غضبك لا يعصف بغضبة البحر. شنو مقطع اسم؟
وكما ينبعث ضوء الشمس بين الجبال والأمواج من خلال الضباب والعواصف الحوجاء بهمان شوا أمش أيو لغي ضبابه علي تشون خور أها روناشكي روناشكي جين تسر زوي جنادات بتمو بجيش الله توشوا كما يعني وكو شمسي الحرية كالشمس في عملها يعني كيف أن الشمس يخترق نورها الضباب والعواصف كذلك الحرية حرية جوائي تشق طريقها تا أقا بسي تا أقا بالضباب والعواصف الهوجة كواتا ترمز يعني رمزة ضباب وعواصف رمزة بوشي بو سيحشر بو ظلم بو استعباد بو تشيتر بو قهري شو دعي أو أليك تبعثين فجأة من روح إلى روح يعني انتقال الحرية من أمتي من شخص إلى شخص كالي روح إلى روح يعني شخص إلى شخص ومن أمة إلى أمة يعني لشعبك وشعبك لملتك بملتك أنجا على دربة ألي رأي كلمية إضافة أبير كأيشية نتيجة انطلاقة بس لرأي على انطلاق نتيجة انطلاق الحرية نتيجة انطلاق الحرية هي سيشتا تيوتي يكام اختفاء ويا أشباح الظلام إيه وزوال العبيد ويا والمستبدين وزوال المستبدين أما شيا أما هنا أما نتيجة انطلاق حرية من شخص إلى من أمة إلى أمة باشا أو يقولون بي لا النشيد الحرية أمانيها يا كم قصيدة نشيد الحرية هي شاعرة كبرسي بالشيلية شاعري في رومانسية صالي من ولادته وفاتك جرينجا أقدر أوي لكتابة جرينجا فارهبوا ما وصاهبوا أيها الأخوة صال جرينجا دوري يا كم دوري دوم دلتي شاتو بس كزنا على صال جرينجا أنا شيء بدو صار بداية كناتو إسا يعني من ناتو أنا نامي زورن بواتو نمطي برهاني تركة من راستك نمطي برهاني وزائد المقابلة لوحدي كينجا نموني هيا بلا لا كتابك وزائدا لو اشتاني كبيشكية مقدماتا ببي أو منهجي كهاتو لا وزارتو أما أبي همو تلبي إقبيزاني أما مقابلي باس كدو باشا أماني باس كدو نمطي برهاني باس كدو أما أنا حقي نية وصل مذاهي وحدة كانوا بيسانا ناسو أنا مظلم أودو عن التركة شوف أماني هي لا هميشا هاتونا توا يعني أسا بلي أما ما وصل لكتبة كانية بلي ما سكي لكتبة كانية والله مزوش للدليل معلمة كي أبو جاي واشبوه هاتو توا دعي وقصيدين الشدي حرية لكتبة كورجتاوة كالناس عن رومانتيكية والواقعية في الأدب كهي الدكتور حلمي مرزوقة والفاظة كان الشي اللي يتميز بماذا؟ يتميز ألفاظ أغاداربا ألفاظ شلي أوايا أغاشتك ببسينو بوحدي سوا ألفاظ كاني شاعري قصيدي جاهلي شيا خشونة وصلابيك يا زبر ويا رقو قرص يعني بلام ألفاظ كاني شلي بسيطة موسيقية وسهلة وأبدع في أي وقت في العشرين من عمره أقدر بفكري رئيسي أمازوزو جرينجا يعني لو صال هاي هبو هاتتو ألي فكري رئيسي قصيدي بان السعان تيا باشا أي فكري رئيسي أم قصيدي تيا سرعة انتقال ثورة الحرية من أمة إلى أمة كواتاقة بسالتين بلين سرعة انتقال ثورة الحرية من أمة إلى أمة في قصيدة النشيد الحرية هي فكرة رئيسية فكرة متفرعة فكرة ثانوية كواتاقة فكري رئيسي أم نصية فكري رئيسي نصي الواقعية في الأدب الكردي كالوحدي دوايا شتكترا فكري رئيسي قصيدة بان الصعاب شتكترا باشا أو كلماتان متعلقة بحاسي بصر وبسمع وأبي بيانزاني إنجا الأخبار وخالي حوتم ومديسا نسيمتوا أو مقطعيك أليم أو فكرية شيكا إيري لري برق زلزال وكمان بلا أقول جي أوابيتو حال أول باتي ببيهشتك بلا الفكرة التي أراد الشيلي التعبير عنها من خلال برق الزلزال أي أراده
ثورة الحرية تنطلق من بلد واحد ولكن يتنقل بسرعة إلى سائر البلدان. يعني بي الحرية أسرع انتشارا. سيشتي كتير. كواتتو كام يا هلا بشيري. بس أوي ثورة الحرية تنطلق من بلد واحد ولكن يتنقل بسرعة إلى سائر البلدان. مقطعي كيكا وأنت أيتها الحرية أميان وطبان الحرية أسرع انتشارا وانتقالا من البرق والسلازل ونورها أقوى من كل نور وأقدر يكشد بها تنها تعريفي تشخيص جرينجا تعريفي مقابلة وطباق وتشبيه وجناس ومعنى داغلية بس أما إعطاء صفة إنسانية لما ليس إنسانان ودوي أو خالدهم أو بكباس بانكت وكما ينبعث ضوء الشمس باشا أميش بهمان شوا هنا مقطع إسيا أري إلى ما ترمز باشا ترمز يعني رمز رمز بو تشتك ضباب وعواصف في هوجا الشمس يخترق نورها تشوشي الضباب والعواصف وكذلك الحرية تشق طريقها رجل بريتا رجل بظلم استعباد وقهر شعوب وحاليا نصو آنشوان هموي باسكت أويك جرينج بيت أمي خواروا وطبعاً اندلع الثورة الفرنسية برفابو صالي 1918 ثم انتقلت إلى البلدان التي تطالب بأي شيء بالحرية صالي وكوشو أمريكا كان وفي فرنسا كان ولا تزال يعني تاو فيسا آثاركي ما وتوا شو الثورة لا تزال آثارها مستمرة ثوري تاو أقدر بلا قصري أطلالة أويك جرين بيت يا كمشت حياتي شاعر معاني كلمة كان إسكا باسيكي زائدا أمس يا ديرا يا كم يا فؤادي لا تسأل أين الهواء بوديت والي دلالة كيتشيا دوميا أعطيني حريتي واطلق يدي سيميا محتفاظي بعهود لم تصنها أمس يا ديرا يعني بسالي إيش بيظلم دير يا كم أما باسي زوالي خبكات باشا يا فؤادي لا تسأل أين الهواء أعطيني حرية أنا ذاتي تحررة أو بيتي ينزى كألم احتفاظي بعهودين أما ينسي الرغبة في فك الارتباط أو باش إنجا أم كلمات أنا أبي بزانين الصرح وطبعاً هو البناء الفخم وهواه الهواء ليك ينجاك لو هوا ببيع الفعلة بمعنى سقط بلام الهوى يعني حب واسباي او بعكس الفرسيالية توا يعني اتوا على الاثار وما تبقى من بناء المتهدم او اشياء او اطلالة يا عذاب الحب هو الجوى حفظ وصانا ترادفا اقدار بأمانة ترادفا هيج كلمة نهاية توا خارج كتابة كلبيو مرادفة يعني اقدو كلمة يايكي حتشيبو لا ناو شوال واحدة كان أبو يكسر صد درس فصاد درس يعني مقبلة ومجبرة ماذا؟ العلم والجهل أمش تعني ناو تبانية الخير والشر يكسر بيتا طباق وأبيتا طبعات نديم هو الجليس وساري هو الماشي ليلا يا صباحا ليلا وموضع السواري في اليد هو شيء موضع يعني شويني ما تشغل بعضين لدسة شيء معصر وقصيدة أطلال هي شاعري شي رومانسية إبراهيم ناجي رومانسية أقدر بب بونمونا هدنا يشاعري كي ييت اللوحة وشاعري كي توصي كيش أسباس بكير ويتي مذهبة كيشية ما يخلنا بيكسب لرومانسية ماشا هيتش ناوي شاعري كي كلاسيكي بوتو داخلوني بلام شاعري كينا يا ويتي قال ناظم حكمة يكسب لي واقعية قال المعروف الصافي يكسب لي واقعية انتقادية بلا وهر شاعر لو هو شاعر خليل مطران جبران خليل جبران اللي أسبي شواركة هاتو يكسب لي تشيا ها علي رومانسيا وأم قصيدة تشيا علي إعازية بو شنك فعلي أمر ونهي ونداء واستفهامي تيايا وتنها قصيدة غنتها أم كلثوم كردتي بالقراني كي كردتي بالقراني أم كلثوم جاي او اما قصيدة كي اقادار بمقطعية كم مجموعية كي زور فرساري كي اقول جي اسالة برو يك ورقي اي في ام ديو او ديو فرسار دا انيرن باشا اتو جاي واي فرساري قورة قورة دا انيرن يعني بونمون ام مقطعة دا ياتي على المقطعية
في هذا المقطع كثر شعري في استخدام شيء جملة إنشائية خبرية أما يعتم دو أو كلمات هنيك زلمان في الدواء سيريكا لا تسأل أين الهوى فهوى أطلال كما أمسى خبرا انطوى هذه الكلمات تدل على الحقل المعزمي للعذاب يا زواليح زواليح باشا أو يان برسالي كتير عليه النمط المهيمن في هذا النص في هذا المقطع شيا يا عسيا جايب أم بيتي كما يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى وتم أغاداربا مجموعية كذور كسياري كادو سبيل أم بيت باسي زوالي حبكا هوا وهوا جناس جناسي تاما باشا هوايا كان بو بمعنى سقطية هوايا دوم عفو هوايا كان بمعنى الحب هوايا دوم بمعنى سقطية أما يكم كسياري دوم كلمة يتوى أمش هوايا على أيضا ما برسك كواق وشويستي كوش كتبو لخياله روخا كواتا كان صرحا من خيالي يعني كوش كتبو وكو يعني حب وكو تشيبو هوا وكو كوش كتبو خيالي بو لإنهيار كواتا أما تشيا أما تشبيهي شا يعني تشبيهي حبو خوشويستي هوا وآرزو كتبو با كوش كتبو خيالي في الإنهيار كواتا دو برسيار أكتم أقداري أبدو برسيار أليم شبه إبراهيم نازي شبه إبراهيم نازي الهوى بصرح خيالي في شيء انهيار يعني بلي للدلالة على شيء الانهيار يعني قبله شبه إليا أبو ماضي ركض الصحب بركض الخائفين في السرعة زور ما شاء لما اقتعي يا بساري كدو يتوى ألين مرسل مسئله كي يكذور زور واضح يا مرسل شاعر مسئله فؤادو دلا باشا دواي أو أقبله شي قصيدة يكمان هي نجد تشبيه الهوى بصرح خيالي على قصيدة أطلالة دواي أو أم بيتا يا فؤادي لا تسأل أين الهوى فرسالك اللي يبكم ما يدل على الأسلوب الإنشائي ما يدل على الأسلوب الإنشائي شو أسلوبك إنشائي هيا يا فؤادي نداء لا تسألنا هي أينش شيا استفهام هسيكي هاتوا طواوا باشا أو مجموعية تلبو خزمو كسي خوش ما اللي أرد لشوا دور تان سلام تان لي كان تلبو يعني كرسيان لما عني شكمو لبرو ما شاء الله صو بيس تلبيك لسرخته بويا لين لكاتي خويا إن شاء الله أويك دامنا وطالبين مقطعية كان باسي زوالي حبك باسي انهيارك باسي سقوط صرح حبك بويا أما طوال بلام لما اقتعي دواء لست أنساجي وقت أغريتني لست يعني لبير ناكم جملة خبرية ليس كوانت أم مقطع أم شاعر لقل حبيب ياقسأك أقرارب أما مجموعية جور برسياد لما يأتوا يكم أقر أم مقطع بلي باسي تشيكات باسي عدم نسيان حبيب حبيبتك باشا عدم نسيان حبيب حبيب حبيبتك في قصيدة أطلال يعود إلى أي شيء يعود إلى أربعة أمور أربعة أسباب أميك فم العذب يد تمتد نحوي وقبلة الأقدام وبريق عينيها كواتا تأي السبب شواسب ترسال هاتوتو أليم عدم نسيان حبيب حبيبته يعود إلى كم أسباب أربعة يان جاني شان أم برسيان هاتوتو ألي عدم نسيان حبيب حبيبته في لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات الرقيق أي يد المنقضة في بي فم العذب سي بريق عينيها الجذاب دي كل مواد صحيح نابي بليكول شونك ما دام لست أنساك يا وابزري فم العذب أقبيه تاي ودي يد تحت تمتد نحوي أو يد المنقضة وقبلة الأقدام أو التخلص من أشواك الطريق وأبي تريشان وبريق عينيها الجذاب أو بيتي هاشتك أكاتا وبريقا يضرع ساري لا كواتا لما اقتعيا أقالي بهم شاعر بايايا وبملايا لو لاوتي توابك وتاي هالي رأى من ناتو عن نبيلك كواتا مقطعي يكو أقادار
مقطعيكو مقطعي دو مقطعيك أما مقطعيك أما مقطعي دو مقطعيك ومقطعي دو دشن دش بيتوانا تعارضا باشا شون مقطعيك جملة إنشائية يا زالة مقطعي دو جملة خبرية يا زالة أما يا كواتا أما تعارضي أسلوبي يا باشا مقطعيك باسي زوال حبك مقطعي دو باسي عدم نسيان الحبيبة أكا كواتا مقطعيك ومقطعي دو من حيث الدلالة من حيث المعنى هرشين تعارضا كواتا أقول شيء أوامي توقل في قصيدة أطلال بين مقطع المقطعي الأول والثاني تعارض أها ما يعارض المقطع الأول الثاني المقطع الأول تماما أو غالبا بالتواوتي بو شنو تعارض يا أسلوبي يا دلالية أما مقطع هم أسلوبي شو هم دلاليش تعارضي يا أما أو إن جاء تاريخك سيدك المقطع الثاني يعارض مقطع الأول تماما يعني بتواوتي بمشي ويا على المستوى الدلالي وطبعا باسي سقوطي صار في الحب مقطع يقول عدم نسيان حبيبك ايتي واستفزاز لذكريات ايام الحب الجميل دوما على المستوى الاسلوبي وطبعا مقطعية تم هيمنة الجملة الانشائية بينما المقطع الثاني هيمنة الجملة الخبرية صاليك شان لما يقصد شون هاتو توا علي في قصيدة الاطلال هناك تعارض على مستوى بروشاي باشا بين سقوط صح الحب وعدم نسيان الحبيبة دلالي أسلوبي هردوشا توبي بلي بس دلالي بلا ما قبيته في قصيدة أطلال هناك تعارض على مستوى بوشاي بين جملة الإنشائية والجملة الخبرية أو تو أسلوبي أجل هيتش نهاية هردوشا باشا كوات لما اقتعي مرسل شاعرا مرسل إليه حبيبه وباسي عدم نسيان حبيبك يا كان باشا مقطع السيم اقدار با على اساس هل سنه غلطيشا على اساس اما حبيبك سلقل كرهيا وغاقساكا مرسل حبيبية مرسل اليه شيا حبيب كواكا لما اقطعيا اقبلين من المرسل في اعطيني حريتي واطلق يدي على حبيبك اي مرسل اليه حبيب كواتا على ماذا يدعو الحبيبة على ماذا تطلب الحبيبة من الحبيب ما طلب الحبيبة من الحبيب في أعطيني حريتي واطلق يدي التحرر والحرية بو لأنها أعطته كل شيء همشتكيان وأخلصت له ظلام فلم تلقى هيتش دزنكو سوى شيء الخيانة والعذاب كواتا لما اقطعيا ام شاعر باسي تشيكا عفوا حبيبة على اساس دواي ازاديكا بو الي انني اعطيت ما استبقيت شيء دواي الي من قيدك ادمى معصمي لما ابقيه وما ابقى عليه لما استفهام بيتي يانزا زوزو جرينجا باحتفاظها بناسلوا ما احتفاظي بعهود لم تصنها ام بيتا زوزو جرينجا بو شنك بورك بودينتو الي دلالة للشيكة الرغبة في فك الارتباط كواتا قبل الرغبة في فك الارتباط دلالة لأي أو خلاصة بيت أو دلالة بيت شيء توي احتفاظك بمشيرها ما احتفاظي بعهود لم تصنها بوينوس هما ها أنا جف الدموع فعفو عنها فعفو فعلي أمره ما احتفاظي استفهاما لما استفهاما باشا لما استفهامه أعطيني فعل أمرا وطلق فعل أمرا كواتا أمان السين هميان إنشائين كواتا مقطعي سامش جملة شي بسريع ظالة مقطعي سامش جملة إنشائي بسريع ظالة كواتا بمان درك لما مقطعي جملة إنشائي زول هاتوا أم مقطعي باسي شيكا أسباب تاني زوالي حب باسكا أسباب تاني زوالي حب باسكا طواوا باشا
كواتم شاعرة جوانسي دسم كان أم شاعرة بو أوي باسي زوالي حبو باسي أسباب زوالي حب كان چه جور جملة كي بكار هنا هو جملة إنشائي يعني للدلالة على زوال الحب وأسباب زوال الحب باشا استخدم جملة شي إنشائية يعني استخدم الشاعر في استخدام جملة إنشائية في قصيدة أطلال بكثرة أو بقلة بزوري بكاري هنا هو للدلالة على شدة انفعالك كهالقوة ولا شيء لزوال حبه لأسباب كاني زوال حبه أو إيكا قرين بيه ليريا أمدو سيخاليك سباسيا كين يكم أو إيكا غلبت الأسلوب الإنشائي أمشي كاعدة أسلوب إنشائي الزور بكار هنا وعا بو تشكتر وطمان للدلالة لمقطعي أول وثالثة بو الدلالة لشدة انفعال كواتا قضلين للدلالة على شدة الانفعال استخدم إبراهيم ناجي جملة إنشائية شرطية خبرية باشا الناتج هالقلال لا مقطعي يهم لزوال حب ومقطعي دوام مقطعي سيم لأسباب كان زوال حب وأم قصيدة رومانسية كلاسيكية والدليل على ذلك أما زوزو غرينجا أما زوزو غرينجا يكم أم خصائصاني كيا بلوزي فردي كيا بلي كيا اعتماد على العاطفي كيا بلي اعتماد على الخيال بلي وطلبي حرية شي كيا وزائدا صوري خيالي شي كيا وزائدا تعبير عن القلق كيا ودليل كان كمان سورة كان دليل كان سورة كان يعني بودي توا علي أعطيني حريتي دليل لسد كامل عناصر الرومانسي عفرين واعتماد على العاطفة والخيال أو كلماتان يجيك كانوا ها وكشي حب عذاب وايا ووفاء خيانة إعجاب وتعبير لقلق كعاب وتشاؤم وتمزق وأمانش كشيا وكو أدمام عصمي وأسر ها أنا جف دموعي إلى آخره أمان وصوري خيالي يعني تشبيهات يعني تشبيهات شتايا بشريكي زور دوي أو أما تعبير كتابية كي كألي هر أولي دي بزانا أم دو سيبر سيارة كألي لجأ الرومانسيين إلى الطبيعة فلا يعمل دوبر الطبيعة وارتموا في أحضانها بو هربا من فساد المجتمع وتلوثه يعني رومانسي بناء باعتبار الطبيعة بو وباوش ركام الطبيعة شو قال لاي أو أم مجتمعات شيا هم من فساد وقندلي وفيسا باشا وفيس بو وظيفي فن لاي رومانسي بريتيلا تمتيع بريتيلا تشيرش تشيرش والقرتن يعني كاتي كدو جيلا قولاني في رومانسي قلي بس بو تشيا تمتيع وتأثير بلام لاي واقعيتان بو اوه قناعتي في بكاتي اشتبكيتو اشتنا وايا هاني داياك دجي دا صلاة دي لقل دا صلاة دي هاني داياك قندليا كيو توش موقفية هاي باشا كواتا او سيفر سيارة اگر طاقتي هبو تيا دروز أبيتو لو زياد ترشتي كواتيا دروز نابيا كوتمان وظيفي أنبياء وحكماء وفلاسفة تيا إخناع وتكتيرا طو أهان سيديم دو سيبر سيارة بكا حزقم سيليكي يكم أمانه بكالورين أهان بيتي يا وأعطيني حريتي وتمان تطلب الحبيب منها في هذا البيت من الحبيب التحرر أما مقطعتي يا وأليت شكل ميك دلال لحق لمعجمي زوالي حبكا أو تا ألي هواو دمع وانطواء أمانة وأعطيني حريتي وثمان ألم مقطعي أم شاعرة طلبي حرياتك لأن أعطته كل شيء وأخلص له بلان فلم تبقى إلا سوى الخيانة والعذاب ودعي أوا أها أميك إسبا أسمان كذوثمان لقصدي أطلال هناك تعارض على مستوى بوشاي في المقطع الأول سقوط صرح حبة ومقطعي ثالث بس مقطعي ثاني عدم نسيان حبيب حبيبكيتي واسترجاع لحب أي حب الجميلة كوتمان أما مادام أوي وتو دلالي كذي. أو بشارش كأسس بس من كوتمان ألا الحبيب حبيبك كيف ألا لا يعني شرح كذو عدم نسيان حبيب حبيبك كيف لقصيدة أطلالة أجرته أبو شيء لو بيتها لست أنسى شيء أجرته أبو هين الفم العذب باش. جاي أو قصيدة مساء من هيك بسالي زور زوري كادروس أبي إليا أبو ماضي أما باسكينو واستثناش باسكين لدواي أما مجموعين بسال لسال استثناء قصيدة مساء أغدار با
بس طاوة هاي أخذت باش قصيدة أطلال وفن هي شاعرة ك مساء ببرة هي شاعرة هنا إليا أبو ماضي إليا أبو ماضي إليا ظاهر أبو ماضي وتبان أيش شيء بهمان شوا شاعرية رومانسية أقدر بقى ها حوف السيار لم نصيها هاتوتو حوف السيار يتوار ده درجة لا قصيدة مساء هاتوتو باش بلام صيغة مبالغة كسيار هاتوتو بوشوية ولد إلي أبو ماضي في لبنان كانت شعري في اللبنانية صالي كان برقمية وهزار وصوت حفتا هزار وصوت نو بقولا 1890 ناية وبرقم الثالثة وهاجر إلي أبو ماضي في السن يعني عمري في السن 11 من عمره إلى مصر فقصد الأسكندرية وما يوتيا لمدة 11 سنة ولم يلبث إلى أن هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أقدر بقى سيشتي شوشتي هي أبي جوان بيانزاني يكم أقلوتي رأس تحرير رأس تحريري مجليتي كردوة المجلة العربية أما كرسالية كم دو شاركة هي هر دو شي شاركة في تحرير تحرير يعني نوسين للتحريري شي جريدي فتاة جريدي فتاة هي صاحبك هي شكري بخاشة أو وديسا شارك في تحرير جريدة مرآة الغرب أي أميان هي كيا أميش بهمان شوا صاحبك هي كيا صاحبك نجيب ديابة دواي أو أها أميان أمدو وأميتريشان أصدر إليا أبو ماضي مجلة سمير مجلة سمير صالي كان 1929 أقدر بقى 1929 إليا أبو ماضي مجلة سمير إصدارك دريك بلان 1928 معروف الرصاتي دو كتابي تأليف وكبلي إصدارك دو أيش تاريخي إصدار كان يعني 1928 أم 1929 كيش كان نمو اللغة العامية العراقية أو كشان دروس في أدب اللغة العربية هر دو كان 1928 أم كلماتنا أقدار با أم كلماتنا هميان تشين هميان هنا باشش ام كلماتنا همو يام مرادفين ترادفا وما بعد الشباب وقبل الشيخوخة او شان وطنشيا كهولة يعني. ما معنى كهولة ما بعد الشباب وقبل الشيخوخة ودجاشيا شدة ظلام أو سيبيناسي غرينجا الخاشع هو الذي يصلي من كل عقله أو من كل قلبه أما يعني زاهد هو الذي غير راهب في ملذات الحياة وعاصبة الجبين مثل مشدودة الجبين في منديل كدلالة لشيكا وجعي باس باش بس خالد واتر أم مقطعانا في السياري زور زوري كادرو سبين مقطعية كم باشا الصحب تركض في الفضاء الرحب رحب الخائفين أقالي بير مقطعية باشا مقطعيك دير يكو دوسي الشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين والبحر ساج صامت فيه خشوع زايدين مجمعين كل ساد روسبي يكم أمس يديرا وصف شاعر وصف الشاعر الطبيعة في أي فصل فصل كيا خليفة تواتا الشاعر الذي وصف الطبيعة في فصل الخليفة إلي أبو ماضية نوع وصفك هميشة خارجي ذاتيته كواتا أقبل الوصف الذي اعتمده إليا أبو ماضي شيا خارجي ذاتي دواي أو ويني خريف بايز أريك تسيك باسي بايز كاب بو باس كدنا لخوشكاني يالنا خوشكاني
كواتا صورة الخليل شيء تعبير عن شيء قلق وكآبة وحزن نفسي كواتا للتعبير عن قلق والحزن النفسي شيء بكارينا صورة الخليل لكن ما عيناك باهتة تاني في الأفق البعيد عندي رموق فيه تأمل كواتا أقربيته وبلع النظر بصمت وحيرة إلى الأفق البعيد دليل على موقف شيء تأمل يا غير تأملي أما أو يان دي ركد باتي سلمى بماذا تفكرين سلمى بماذا تحلمين أو جملة إنشائية وتوازية ومرسل مرسليه هيج ديارة ونداء استفهام شي تيارة زور باشا أو يقرين بلم مقطعية بمشي ويا يكم في الأبيات الثلاثة الأول وطبعاً وش وصف لمشهد طبيعي في أي فصل تري نوعي وصفك خارجي ذاتية عناصر هاني زوزو غرينجا أقدر بلا عني أما قعد باتبلا العناصر المكونة يعني أو عناصراني كأم ديماني دروس كدو أم شاعرة هل بالرسم رسمي هل بالشعر رسمي بايزي بكدو عناصر كاني تين الصحب الشمس الصفراء وسكون البحر تواي أو كاتك علي الشمس أها الصحب تركض والبحر ساجن أم دوانا تين يقواتان هي يا تعرضن علي هو الرائتة خور وستاوة تعرض يعني توافق يعني ترادف تعرض تعرضي كي أسلوبية دلالية دلالية بو أسلوبينية كنت كان خبري باشا دواي أو كانت كم شاعرة كباسي لقى سلمى يقساك سلمى بريتي للعين الججبينية الرجبيني شاعر كواتا السلمة عبارة عن نزعة تفاؤلية أو التشاؤمية باشا أقدر أمدي رزوزو غرينجا الصحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين أمدي رمج معين في ساري تادو زبي يكم الصحب تركض ما تشبيها عفو تشخيصة أما تشخيصة أو الرأة في الفضاء الرحب ركض الخائفين أمام في المطلقة أمام في المطلقة بيان نوعي فعلا عقالي بل بياني نوع فعل بل مبين لنوع الفعل يخشى تلاي أو الشمس الصحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين غراك وكو ترسنوكتان يعني راكدين ترسنوكتان يعني وكو ترسنوكتان أمش تشبيها كواتلم جريا أم برسالانا دروسة بود دلالتي ما في المطلقة قالت هي بياني نوع فعل تشبيه تيايا بل تشخيص شيء تاعي بالا كواتا تشبيهك اوايا اي بلا ركض الصحب اي كركض الخائفين لاتيا في السرعه كواتا كيرا دو برسيركين يا كم اقل بلين شبه الشاعر ابراهيم ناجي الهوى بصرح خيالي في الهنيه شبه الشاعر اللي ابو ماضي ركض الصحب بركض الخائفين في السرعة. طيب. بوي علي سلمى بماذا تفكرين؟ سلمى بماذا تحلمين؟ توتفان أم في أي بيتين؟ في أي مقطعين؟ شاعر طرح السؤالين؟ مقطعي سنة؟ يا كما. مقطعي دو جواب يا توا. علي أوت وسلمى تويتتنا أم وصعوا. ما قربي لما ناكي توا. أرأيت أحلام الطفولة تختفي؟ أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الظلم أم خفت أن يأتي الدجا ولا تأتي النجوم كوتمان أمانها مو يعني دليل لسد تشاؤم سلمى كواتا لو أنا أم مقطعت باتبلي ما الدليل على تشاؤم سلمى بيت الأول بيت الثاني بيت الثالث كل هذا صحيح كل هذا صحيح بلام أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد بلام من وقته نايبين أو دليل لسد تفاؤل شاعر فما شو أم مقطعت باتبلي أم مقطعت دليل لسد تفاؤلي شاعر كم لم جرانا تفاؤلي شاعر بيت الأول بلا بيت الأول والسطر الأول هردو كيبو أم قصيدة أقنجة بيتي يا كما بيتي دوما بيتي سيما يا بيتي شعرم تو بيتي شعرم كواتل لم مقطعيا أها عنوانك زور زور جرنجا بودي توالي العنوان المناسب لهذا المقطع مقطع كذاتي نالي بيتي مقطعي ثاني لا علي الإجابة عن السؤالين المطروحين في المقطعين في المقطع الأول دواي أو مقطعي سيام لتكن أقدار با مقطعي سيام براسي بساري كتايا قرنجة تلبي بيزاني أيوش أويا لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيبا
لتكون يعني با همو جانت ببي با هو لامي امرا با همو جانت ببي بعمل ولتملأ الاحلام او يجلامي امرا ليكن بامر الحب او يجلامي امرا تواتر لما عيان نمطقي عازية بو شونك بس لامي امر هاتوا اما في سياري كي ورد اقربيتو اما قاعد باتي بلا لما قاعد ما يدل على النمط الاعازي فقد لام الامر اتير تونتي امل وابزاني مظن نايما فعلا امرا يا ازهاره لا تذبل ونجومه لا تأفل بلا لا ناهية هيتش كان لا اوان لا ناهيينو مؤشرات نمط اعازين يا تنهاشتك كنمط مؤشرات نمط اعازي بلا مقطعيات يا لام الامر اي لما لما قطعي ام شعرك شخانة دا كتيبك التخلي عن التشاؤم الذي في المقطع الاول مقطعين السابقين يعني واز بين لو تشاؤمي لمقطعي دو مقطعي اولا او بيت في الشاو ده دو امتحاني كردوا كشريا على واز بين لو باش نبوي باش نبوي واز بين هاني ادا بلو امل بلو احلام بلو حب بلو امشتان باشا دواي او ديري هي زور زور جنينجا ايش اويا ولتملأ الاحلام نفسك في الكهولة والصبا با نفسك قرب الاحلام لحب الاحلام يعني لخوني جوان لكهولة والصبا كهولة والصبا دجنها تنباقها كواتا او ديرها دليل لسر اوي كتفاؤل مرتبطة بعملة معينة غير مرتبطة عدم ربط باشا ربطينية يعني تفاؤل في وزنية بعملة ذلك لأو بو على بعد نفس الطرب الأحلام خطوط لكو لو لسيبار أقدر بكلها كلهم أمانة هم يبتوشيدا باشا وزائدا أول مثل كافي شيء تشبيها وزائدا أزهاره لا تذبل ونجومه لا تأكل أو التواصل أو التواصل يتقرنج بيزاني دوشتا يكم سلمى بماذا تذكرين سلمى بماذا تحلمين وزائدا أزهاره لا تذبل ونجومه لا تأكل اما او مقطعي شوارم وكتعي اويش اويا مات النهار ابن الصباح فلا تقول كيف مات اما مجمعين في السياري كادو سبيا كم امشى الى لما مقطعي ايوه بلي واس بركات اللي بيكد نوي الزور بقر ربو خوش هان باشا بويا الله اقر روشي كوري بياني مل يعني ما بس يوي اقر كسي كي قنجي بيعيبي نقو باوشي شوابو مد قفتي بو مقو بوي دامت بو ان التامل في الحياه يزيد على من الحياه تامل كلن بيكن هو يزول لجان ضل خلياني زول لجان اذا كان جان زول كان جاك وكا كواتم شاعر لما قطعيا هل من ذا بدأوا تامل يا تركي تامل تركي تامل وعدم تامل بو يا لف داعي وازن وازن الكعبة وازن الله اسا بقرر بو واسترجع مراحل الفتاة بقرر بو خوشكاني قنزي قد كان وشوكي في الضحى مثل الضحى متهللة رويتو لباني دا يعني لقنجي اوكو باني جوانبو باواش بلا مساء كواتا لما اقطعيا اعازي سلماء يا كباب اوين بي مكانو بي مكانو دشتك قلق دكا اعاز سلماء بعدم تفكير فيما يقلقها والانصراف الى حياة جميلة سعيدة باشا جاني شكف السياركم مات النهار اما تشخيصه فلا تقولي او نهيه كيف ماد او استفهام كواته او نمطي عازيه ان التامل في الحياه يزيد الام الحاد او هنا حكمه ارشادي افرين حكمه ارشادي لمؤشرات نمطي عازيه دعي فعل فعل امره استرجعي فعل امره لام لامي امره كواته لما اقطعيا ما يدل على الاسلوب الانشائي هميتيا او قد كان وشوكي في الضحى مثل الضحى متهللة قد أقبو توكيدا ضحى وضحى قد زاني ضحى يكن يعني بربيان كالي بربيان مبستي في جنجية على دموشاوي تو لجنجية وقو بياني جوان لا يمشي عني جو بياني جوان مساء ناخوشا شوكا بياني بداية روشا مساء نهاية روشا لا او مساء ناخوشا شوكا نهاية عمرا دواي او كواتا أمن جناسا ومثل شتاء تشبيها بويا ألي ريانو سيما أها قد كان وشوكي في الضحى مثل الضحى متهللة جناسي شو تشبيهي شو توكيد شتاء أهم ما يدل على نمط الإعازي في هذا المقطع فعل أمر تايا فعل مضارع مقترن بلامي لاي ناهي تايا حيث إرشادي لامي أمر شتاء واستفهام الشي تايا
اوی که گرنگ بی ملاحظات کنم چند شیخ کزوز و گرنگا تلبا چای اخیار بشنه دو و بیانزانه یکم تنها قصیده انتصر التفاعل علی تشاؤم امه جای او لم قصیده نجد عدم رب التفاعل بمرحلة معینه و ابو یعنی تفاعلی نبستتون بمرحله معینه لو دو دیگه کباس مرکب ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا ليكن كذلك في المساء أو تنها قصيدة عبر شاعر عن مشاعر داخلية بالصور الخارجية باسي لمشاعر هستو صوز داخلية يعني كدو بشي مشاعر بشي بصور خارجية داخلية لتشوري قلتو لطبيعة وايا وكو أما توري طبيعة وكو شي خليل دجا غيرهم أمانا تعكز يعني بيان دعناه رنجانه ايش هي قلق وحزن نفسي سواتا قلق وحزن نفسي شي بكالنا خريف ودجا وغيوم وامل بابا ازاهد نجوم امانة تعكس حالة فرح تفاؤل تفاؤل يعني سعادة اقدار بام كلماتاني كهن هر هموي لبكالوريا هاتونتو هر هموي مساء رمز بوتي رمز بو چی؟ کهولا خوی مسا یعنی شو بابم لهم شعر یعنی سرطه پیری نجوم یعنی سعاده نخیروانی نجوم رمز بو سعاده نک بمعنی سعاده یا قولی رمز لسعاده دوی او الغیوم الراکفه هوری روشتو یعنی عمری بابتو عمر الراکف دوی او ضحال رمز بو چی؟ بو صباو براءتو طفولو كل الشباب وقنجي بلاوي هم وماناتا اقالي بيه ضحى رمز بو شباب بو صباب بلام مساء رمز بو كهولا دجا اقادار با دجا بمعنى شدة الظلام بلام رمز لشي للشيخوخة تو دواي او ام قصيدة رومانسية ام كلاسيكية رومانسية بوشي رومانسية شكوه خصائصاني فيها ياك بروزي فردي فيها بلا حتى شاوم لكدوم مرحلة الكولة انجالي رأى قادار اعتماد على العاطفة اعتماد على الخيال بدو خالي جواساتون بلا لولا اعتماد على العاطفة والخيال بيه خالهاتون اعتماد على العاطفة وكم مشاعري قلق مقابل مشاعري فرح وأمانة واعتماد على الخيال وكم أسطوراني خيال يعني الصور صوري خيالي تشبيهات ومعنى كمستمدة عن المشاعر وتعبير لقلق كآبة كأمتشية كهولية آقا داربا لما خالانية دوجة الكهولة هاتوا أقر وتي الكهولة واختراب الموت هو تعبير لقلق كآبة التشاؤمة أقل وتي التشاؤم لقدوم مرحلة الكهولة أو تيا بروزي فردي آخر أرام قصيدة يا مترابطة يا متفككة ها أم قصيدة مترابطة متماسكة من حيث الدلالي أقا داربا يعني شي دلالي يعني لواتان نقل أسلوبة نقل جملة إنشاء خبرية نا لواتان دا تين متماسكا باشا مقطعية كم طرح دو سؤالي كله ما لما اقطعي دو جوابي ولا مقطعي سيال الدنيا باب الدنيا اولها لما اقطعي شوارة وازنا لو تشاؤم يسر وازنا لو تشاؤم يعازي ذاتك بنكات ولا اشتكى ناقش كواتا همو شعري في رومانسي ليه تبقي ليه تنقي متماسك اما دو همو شعري في رومانسي متماسكة من حيث الدلال لروانجي دلاليو باشا وزائد دمام قصيديش متماسك أخيد شد أليم قصيدية شاعريتي أم شاعرة أغا داري أم طالش بزوز دو جرنجا شاعريتي إلي أبو ماضي اللي تشيه دركي بيو ها شاعريتكي لو خالانة كيف تشيه يكام استخدام الرموز دوام صوري شعري صوري خيالي جملة إنشائية إيقاع رواية إيقاع موسيقي وكثرة العواطف وأسلوب الفني وهيبني عاطفة وخيال
آه نزعي قوميتي آية؟ لا نزعي قومي لواقعية دنا كذا. آية استخدام أسلوب الساخري كايا نخير كوا نخير باشا كواتا استخدام الرموز هم الشعر كرام رومانسي رمزي هي كواتا بلا الشاعر الذي استخدم الرموز في قصائده بس أليسيا في قصيدته هي عفوا بس إلياء أم أي كيف أسلوب ساخري بكارنا تعرف الرصافي أي سوري الشعري جواني مش على لو هاي خلب الشعر رسمي وكردي هل بشعر رسمي بعيزي وكردي كتقل دلالة تشيه كان لا مشاعر ثانية كان دواي أو جملة إنشائي بكارينا بو انفعال وتأثير كواتب السارة للدلالة على الانفعال والتأثير استخدم الشاعر اللي تأبو ماضي جملة شيء إنشائي حوري باشا سوري خيالي بكارينا تشبيهات ومعنى كالتي تبرز دور الخيال قبل لو عني بو أوي نو هشتو صلي إجزاك نوا نو هشتو صم ليه إجزاك أتوا عليه تبرز دور الخيال في يكو دو سي أيو بيو سيدي تو تقي سري أي لما تبرز دور الخيال في أي من الأبيات الآتية يكو دو سي وشوا يعني دور الخيال لكام لم بيتاني آخيا بقرب ذات تشبيها كيف كان يعني تشبيه كابو أو دوري خيال جاي دكتور بابي لهم كم في الشارك بيتوا أما في الشارك نالم آلوزا نها توتو لكتبا هي رك آوان وسلاوها عليها سوري خيالي هي كالتي تبرز دور الخيال على دوري خيال لكام لم بيتانيا هاتوا بيتك كده عشان بيتك كده هاتي كمان تشبيه كابو برو هالي بشيرو باشا اسم شاعرة دوري خيال بجملة تشبيه زوري بكارينا ها ركض الخائفين هين مثل الكواكب في السماء وكالأذاهر في الربع يا قد كان قد كان وشوك في الضحى مثل الضحى أنا هم شيء أنا هم هنا نايتيا تشبيهات دوري خيال دلخا إيقاع موسيقي أقدر إيقاع موسيقي بقى إيقاع موسيقي يعني جواني مش على لوايا دركي إيقاع موسيقي تاعي أذا أنت إيقاع موسيقي دوش دقيته يان باش التوازي يان الروي المتكرر يان تكراري صوتي باشا توازي جواني مش على لوايا هردو كي بكارنا هم توازي توازي هو دوش من السلقة وزار تكراري صوتي روي متكرر او اخيرتان يعني جواني مشعل او اخيرتان يعني چي يكشتا ايلمو ام قصيده يا جواني شعل يكي لو اوازي موسيقي تيا كحلقلا ولا چي ولا توازي لا تكراري صوتي او تو سيديكا الصحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين اها والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين والبحر ساجد صامت فيه خشوع زائدين أو تكراري صوتية بلام سلمى بماذا تفكرين سلمى بماذا تحلمين أو توازي أمان لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيبا ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا مثل الكواكب في السماء كالأزاهر في الربا أو تكراري صوتية هو أتشك أخيرا كان يا وفيتا بلام أزهاره لا تذبل والنجوم لا تأفل أو توازية تواتد لهم توازية تكراري صوتي هي بلام لهم تكراري صوتية توازينية چونك تكراري صوتي بس أخيرا كان يانا إثنائي دا چي بيشير لسي باش بيشير المستثنى منه أما يا باشا و أداة الاستثناء أو دوم وشيتر والمستثنى أو سيم مستثنى من هو باش زوركي وأكيت بيش أداتك هو شتا عمكي أما يا تا إستن نها تتوبلة دل على المستثنى منه يرجع نبي أيش استثناء مفرقة
يعني بودته على ما نجح إلا محمد كوا مستثنى منه نجح إلا محمد محذوف محذوفة بوت شنها مقررها أداة كان أداة إلا غير سوى خلاو أداة أمانة مستثنى أقدار باب بشكية ركنك تدرك راو أميش بمشي ودنك دوي إلا أم كلمة مستثنى لغير سوى خوان إعراب كلام بمستثنى شنك دوي مستثنى غير سوى أبيت مضاد إليه مجرور أعمى أبيت مستثنى غير سوى خوي لخلاو عدايا ما بعد خلاو أدا بشدر كلاوكيا أما يكم أويك أبي بيزانيت أويك جرينجا بيزانيت أويش أويا التعريف مستثنى مستثنى أبيت كبيزانين أويا المستثنى هو اسم يذكر بعد الأداة باشا يعني بعد الأداة الاستثناء بعد أداة الاستثناء ومخالفا ما قبلها في الحكم في الحكم هم يكتب دواي أو باسي اشتيش كأكين باسي أمد واكم أقبلن حضر الطلاب آية أم جملة جملة كي استثنائية ولا أو جملة ولا فين بلبزان جملة كي استثنائية ولا نخيل بو شو كان هشتك هشتك در نكراو حضر الطلاب إلا باشا إلا خالدا كوات أمدو باشا أمدو باشا هريا أويك أقنجي هبت أقنجي نبت كيا مستثنى منها كيا أجر هبو تام أجر نبو مفرخ كوات في السعر قتين إذا كان مستثنى منه مذكورا فنوع الاستثناء تام إذا لم يكن مستثنى منه مذكورا مفرغ ما حذف المستثنى منه أو يعني شيء يعني إذا مستثنى منه جانبه أو أشياء مفرغة يعني أقبل مستثنى منه غير مذكور مستثنى منه محذوف مستثنى منه غير مذكور أو يعني مفرغة يا سايقي بيزانبوتو لسطها صدر عستا أيش أوي تام هميشة مطبقة أليه بلع من مفرغ هميشة منفية أما زور بعثاني أتواني فيديو سيتو تام دو نوعا يا متصلة يا منقطعة يا متصلة يا منقطعة متصل مستثنى المستثنى من جنس مستثنى من هو مستثنى بشكل ما كان لجنسي بشكل زوركي أنا ياسايك بونسي قلت بهر كاتي وظيفة هاتبو أزاني وظيفة يعني شيء طلاب وتلاميذ وأمانة هاتبون بدوي دا بدوي إلا كيا بقى إما أوابلين بدوي إلا كيا كي هاتبو اسمك يا ضميرك هاتبو يحسر بيتا متصل ها أما إلا يا لدوي أو وشي هاتبو يحسر بيتا شيء متصل وكويت عليه جاء الطلاب إلا محمدا وايا يكسر بيتا شي بيتا متصل يعني نجح الطلاب غيرك او بيتا شي متصل موش شوية منقطع شي المستثنى من غير جنس المستثنى منه تعريف من هين زوزو جرنجا منقطع زوزو جرنجا مستثنى بشكا مكان الجنسي بشا زوركا نيا أميش بهمان شوية سايك بونسي أجل وظيفة بو. وظيفة لدي إلا وظيفة كهاتبو أما تشيا أما هنا مفرغة هنا منقطعة يعني شيء جاء الطلاب إلا المدير غرقت السفينة إلا الركاب يعني ها البألبو
باشا وأي تشهد ألبو جاء المهندسون إلا العمال مهندسة كان هذا جقل جقل عاملها كريتانكا أنا بتشي أنا بيت من قطع بلا مفرغ إينينيا يا سين لقشتينيا هاي مفرغ مفرغ وطا طا أما بشي يكمي درسكا بشي دومي درسكا لا استثناء أما بسمان أبيش إعراب كيفي دوي إلا شون إعرابي أم كلمة كلا دوي إلا يد شون إعرابي بكين أم صال كل كذنوي كي باش شاكار كيل أبيش أويا دو نوع يكم يان علي مستثناء منصوبة باشا يان علي فاعلة فاعل قد زاني مرفوعة ومفعول به منصوبة أو دوان بتخد زاني منصوب يا بفتحة يان بياء مرفوع يان بضمية يا بألفة يا بواو مفعول به منصوبة يا بفتحة يا بياء باشا تو بيش أوي بزاني أم كلمات شون عربك بزاني تاما يا مفرغة أقل تامبو أو مستثنى منصوبة باشا إذا ذكر المستثنى منه إذا ذكر المستثنى منه يعني كي ألي يعرب مستثنى منصوبا يعني ينصب المستثنى يعني ما بعد إلا أبيت مستثنى منصوب إذا كان شيبه ذكر المستثنى منه أجل مستثنى منه هاتبه بلام أجل هاتو مفرغه فيعرب حسب موقعها حسب ما قبلها ببي بيشو خوي إعرابك يعني أجل مفرغه أحسن تريكي أجل مثبت بو جملة مثبت بو جكسر علي مستثنى منصوب أجل مفرغه أو شيكي ببي شنكي فعل هات فاعلة فعل فاعل هات مفعول به بائما في كين بار تطبيقات يكم اسألم نجح الطلاب إلا بوشاي خالد خالد خالدا يكم زلزال تاما يا مفرغة تاما ما دام تاما يكسب لشي مستسلم باشر دوام حفظت القصيدة حفظت القصيدة إلا بيت بيتا بيتين أي بي بيت حفظت القصيدة إلا بوشاي بيتا بيتين أي بي بيت ها سيريكا أما تاما ما دام تاما أبي منصوب يتيجي منصوب يا بفتح يا بياء هذا أي وجه باشا أم دو نموني زو زو غرينجا ألم زارنا الجميع إلا عادل أما راسة زارنا الجميع إلا عادل راسة أنا راسة بو شو كان بتاما ما دام تاما أمام بيت مستثنى منصوب بلان أقبلين ما زارنا إلا بوشاي يعني زيارتي نكردين جغل كي عادلون يعني عادلين يعني عادلا تم يا مفرغة مفرغة ما دام مفرغة أما فعلا زارة لا تابت مفعول به كواتا عادلة بيتشي فاعل أو يبو هذا الشيء يجب نمونا من هي زور زور كرنجا أيش أميا ما عالج هذا المريض إلا شيء طبيب طبيب يا طبيبا عفري ما عالج أمو مفرغة ما دام مفرغة بطيش شو نكي عربي عالجة فعلة
هذا أبيت مفعول به تنها نمونة مفعول به فيش كوتوا لقال أو يستلوه أو دون نمونة ده درشة أو أني كهمويشين فعل وفعل هاتو إنجا مفعول به أم دون نمونة توزك بيخانة رو بجواني أما أنا يعني بيتا شي طبيب شنك أما فاعلة دوباره يكمو أم دون نمونة شوار وفينشة يكم يعني ما زادنا إلا بوشاي تكسر ما زادنا بيني فاعلة غير بوبلة غيره سوى بوبلة فاعلة يعني إلا كابوبلة فاعل مرفوعة في كيسة أو دوميشن ما عالج هذا المريض إلا طبيب واحد أما أو شتيك كهي هل بس أو توبم ليريا إلا شون علامك دي كاك إلا بدوش يويا لتاما علي حرف استثناء باش بلي أداتي استثناء شراستا أغتام بو كواتا تسمى إلا في استثناء التام شي حرف استثناء بلام أجل مفرغ بو علي شيا أداة حصر ولا عمل لها أداة حصر ولا عمل لها باشا أبيتها أداة حصر أما كي أجل شي بو مفرغ يا سباي شيا في السيارة وابو دينتو علي لم يبقى إلا صورة اللحم والدم عليه تسمى إلا في هذا البيت إلا لو بيتها شي بيوتر إلا لو بيتها شي بيوتر أداة حصر هو مفرغة تو بيجو يحليكي أبي بزاني تاما مفرغة أغي مفرغة بو شنكا لم هاتوا توقف دوای او شتی که تریش من هیا اینجا غیر سیوا اگه داری غیر سیوا با غیر سیوا غیر و سیوا لدوی غیر سیوا دیناصور بینی بلا ابیت مضاف الیه مجرور اگه دار بچاری و آیا پرسیاری بکلوری بشتی آسان الدار عزة أبيش وقول منانيك يسوى دنوسم تو دس ايتا أوسر وأمسر استثناء أهلي تسيش تيش بسيطي هنا تو الله إلا شيء باشا غير السيوة شون إعرابك بدوشي يان الله مستثناء منصوبة يان أبيت فاعل يا أبيت مفعول به بس ان دعنا بوتو داخل لهل كان الله مضاف وهو مضاف دوای خوی ابیت مضاف الیه باش سینا من مرانه کبود دنسم الان حضر الطلاب بوشای زیدی زیناو غیرو غیری غیره نبه دانیشی بخیرین تو بزنین تمیان جوانه بزمانه غیر زیدین غیر زید نه یکن جا بیا و بزنی تمام هم مفرقا تمام مردم تمام یکسن از خواهی بانو شید آره بسیاری که تیر آره ما قام سیوا بوشن عادل عادلین عادلا لدوی سیوا هرچی هست اسم له چیا مضاف الیه مضاف الیه چیا مرفوعه یا مجروره مجروره کات عادی تام ده یا مفرده یا مجروره غیر سیوا دوای غیر سیوا باشه بسیاری کیته الان صادقت الجميع اها صادقت الجميع بوشای ای سوى عادل ب إلا عادل س غير عادل د كل ما ورد صحيح كان يانا أبي يكبيك حليفك يكام أما تامة مفرغة أما تامة باشه مردم تمام سیوا عادل راسته
إلا عادل غلطة بو شنك أبي يقول إلا عادلة كاتا أول شيء بنا غير عادلين أبيش غلطة أبي يقول غير عادلين كاتا أبيش غلطة بس أي باسطة ولا حما في السلبيانا أوائل يبتا ما صادقت بو شيء أي سوى عادل بي إلا عادلا دي سي غير عادل دي كل ما هو صحيح أما سوى هيش حركة في أدنى فيه دو أخوي مضاف إليه هي وعيديني وراسته شحني شي كلمة باشا أما الآن إلا عادلا أما إيش راس تبو أما أبيته مفعول به غير عادل إيش راس تبو أبيته شيء أما غيره أبيته مفعول به دول كوي أبيته مضاف إليه كاتهم يا باستا أم نمونة بينجم ما زالنا ما زالنا بوشاي أها عادل في كان يقول غيره غيري غيرة ها غيرة ايوا ماشي وطبعا لدوي ما زارنا هالشي هذا متفاعل الا عادل يا غير عادل يا سوى عادل توتا بيغلي شي غير شو كاو فاعله ام نمونه جرينجا باشا أخي نمونا ما زارنا عفو ما عالج ما عالج هذا المريض غير طبيب واحد أما شي بكارين غيرو غيري غيرة كم يا باستا كم يا لا غيرو بو أبي تفاعل وتم أمن منا أو إيش سلوى أو أودي بوك أسد بس ما كير وجرب إلا هنا بود ما عالج هذا المريض إلا طبيب واحد طوعا لرا ألم ما عالج هذا المريض غير طبيب واحد بو شو أو شيء أبي فاعل فيه طوع أخير شو كتاي فيقدر شحن خمسة أو موبايلة إشي ده دقيق من ماوا بس هين من ماوا سعد يهمزي بس غير يستيوه من ماوا مجبورين ببنارتيا طوالتي سيوه بلين خلاو عدا إشي بخيرة آسانا خلاو عدا باشم بدوين خلاو عدا أقدار با بشد الكراوة كيه أم بشد الكراوة دو إعرابي كيه يا ألي واجبي نصبه أقداري أو خسيبة واجبي نصبه يان جرة يعني واجب نصبي كيه كي أقدر خلاو عدا أقدر خلاو عدا شي هاي بدوين ما أفو ما لكي شو أو لكسير بنصبي كيه أي لمو اگر هاتو خلاو عدا مقترین بو مسبوق بو فهم؟ او ابي چی کن؟ ما بعد هم منصوبی کن واجب نصبی کن واجب نصبی کن واجب بلا اگر هاتو خلاو عدا ما ایل بده ما نبو باشا او جریه کن این امو لخلاو عدا باسی تام مفرد متصل منقطع هیچ مکه اگر خلاو عدا ما الى ورد ما بو او چی دیفتا منصوب کن اگر خلاو عدا ما الى ورد ما نبو مجرور کن یعنی چون اذا كان خلا مقترن بما فما وردها منصوبا اذا كان خلا غير مقترن بما لم تقترن بما فما بعدها مجرور جاری کن اگر خلاو عدا ما الى ورد ما بو یکسر ما بیت مفعول به منصوب نالی مستثنا مفعول به منصوب
اگر خلاو عدا مايلا بردمان ابو اما بدوشي واتواني اعرابي كي علي اسم مجرورة يان علي مجرور لفظا منصوب محل او يعني سوان ام دون منيقرنقها علي راجعت الدروس ما عدا بوشاي العربية كان يا ماستر تا بلبو شو ما هاتو اگر ما هات دوان خوشية منصوبة بلا اقبلين راجعتو الدروس عدا بوشاي كي بوبي العربية باشا العربية أمين باشا أما نقلين تنهاشتك كما بيتو قرين بيت كالتلبة في سنة أم دو سيتبيني يكب يعني لفس اشتكت يبقى أويش أو تعريفي استثنائي تعريفي استثنائي منقطع زو قرينجا استثنائي منقطع مستثنى من غير جنس مستثنى منهم أنا قرينجا تومشر اليريا لو أنا أم في السيارة بيتو بلي ينصب المستثنى مستثنى منصوبة إذا كان يشيبو ذكر المستثنى منه أقل مستثنى منهم مذكور اما زوزو گرنگا اما دوام شد تأبه ویزنگی ستیم شد ام دیغا غیر سیوا اسمانی معربان یا فعلانی معربان اما گرنگا دوائی او لا غیر سیوا لا غیر سیوا شتیک هی که ایج او هی وطفان غیر سیوا هر رگو که دوائی لوایا نصبی اکین همان کسا دوباره اکین وقد یأتی کل منهما مستثنى منصوبا يعني بيت مستثنى منصوب اذا توافر فيه شروط رفع يا شروط نصب توافر يعني اذا شروط نصب شي تيابو تيابو يا تينابو تيابو وجاي او شتيكيكا اذا كان خلا وعدا مقترن بما اذا خلا وعدا مقترن بما ما يلف يا شوبو فما بعدها واجب النصب يا جائز النصب واجب النصب اگر خلاو عدم ما الى برده ما ابو ابيتو اكل شي لكي واجبي نصبا يا جايزي نصبا واجبي نصبا بلان اذا لم تقترن بما فما بعدها مرفوعة يا منصوبة شيا يا مجرورة مجرورة او نمونيه كوتم جرنجا ام نمونيه ما زارنا غير عادل ما زالنا غير عادل اما غير الراء بتفاعل او زوزو قرنجا بيزاني زائدا ما عالج هذا المريض غير طبيب واحد ام نمونيش هل بتفاعل باشا او دون مونيا ما عالج هذا المريض غير طبيب واحد باشا غير بتفاعل وزائدا ما زالنا غير عادل ايش هل بهما شوا أبيتا فاعل إن شاء الله سلكوتو أبن يك ملاحظة بسيطة كش باس بكم أبيش أويام أقدار بان جاريوا هاي تلا بس سني اللي تقشل يسا أقل بود بيتو بلي لم يسافر إلا بوشاي عادل أما كام يان باستا اما يا باستا بو چونك يسافر فعلا عادة لدي فعل شيء فاعل اما يا بلام اگر نمونيك من هبو بلين الطالب لا يكتب الا بوشاي الدرس كما انا اما وتو معنا اگر لنا وراسا بو اسمك لبيشي بو يكسد بها إلا منصوبك يكسد بها إلا منصوبك أبيتا الدرس بوشيوه إن شاء الله سكوتو أبن هاتشي تنفيوز بو نامو
وشتيوا بيلرم ان شاء الله سبيني سبيشل هلا ساعه نوتا يا انظا اسكيت عن الم او بوجد ولا سعيد بكن كهيا وحدي دو تشنشتيكي لي دوبار اكينوا يشغل انا الواقعيه في الادب الكردي لقال اسم فاعل واسم مفعول كتان الم شن بابتك لو انا همو وحدي دو فريانا كوي تشنشتيكي لي دوبار اكمو لوحدي دو بوتان نيرم سكوتوبر فاتان لقال بيه